كل مشاهدينا ومشاهدة متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. على المستوى الشخصي أنا بحب محمد مجدي قفشة، واحد من أهم اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي. قفشة دايما في كلامه وهو بيتكلم معانا بيبقى فرحته كلها الجمهور، بيتكلم على الجمهور مش على مجدي شخصي ولا مجدي للمجموعة، لا عايز افرح الجمهور. فرحت الجمهور النهارده يا قفشه، مليون مبروك على البطوله. كان نفسي كره العارضه تيجي جون النهارده. الحمد لله طبعا على البطوله، وببارك لكل الناس المحترمه والجماهير الغلبانه، الجماهير الطيبه دي كلها بتاع النادي الاهلي اللي كانت في المدرجات، والجماهير الاهلي كلها اللي في مصر كلها. الحمد لله بطوله مهمه. كنت خايف من الماتش لان الاجواء بتاع الماتش ما كانتش احسن حاجه في قلب الملعب، لكن هي دي النهائيات، انت لازم تلعب على المكسب، مش مهم تلعب اداء كويس بس اهم حاجه تكسب. وهو ده النادي الاهلي، متعود على البطولات ومتعود على التاريخ، وطول ما انت بتلعب في الاهلي هفضل اقولها مدى الحياه، انت في نعمه استغلها، اعمل تاريخ، اعمل اسم، خلي جمهور الاهلي كله يسقف لك، جمهور الاهلي كله يهتف باسمك، دي هتفضل للذكرى وهتفضل للتاريخ مدى الحياه. هو ده اللي انا بحبه في النادي الاهلي، وهو ده اللي انا ان شاء الله هعمله في النادي الاهلي. قفشه ليك ذكريات، وربنا ما بيكرمش اي انسان بالذكريات دي باللقطات دي، عشان قفشه من جواه ابيض مع اللعيبه مع الجمهور. قفشه عايز يعمل كل حاجه، عايز يلعب 90 دقيقه عشان يفرح الجمهور، عايز يجيب كل البطولات عشان يفرح الجمهور. قبل ما تتكلم على مجد شخصي ليك يا قفشه، والله يا رؤى بص يعني الحمد لله انا بتعب وبعمل اللي عليا. انا الحمد لله من الناس اللي يعني في حاجات مش هينفع انا اللي اقولها على نفسي، المفروض الناس اللي تقولها، لكن انا الحمد لله من الناس الملتزمه جدا في شغلي. انا برضو يعني لما الناس تقول عليا افضل ما انا اقول، لكن طبعا الناس بره ما بتبقاش شايفه، الناس اللي جوه النادي اللي بتبقى عارفه كل حاجه. اقسم بالله انا بعمل اللي عليا، بتعب الحاجات بقى اللي هي بتاع اللقطات اللي ربنا بيكرمك والحاجات دي كلها. بص دي بترجع لاول والاخر وبعد ربنا سبحانه وتعالى، اهلك وامك وابوك، فهم اكيد بيدعوا لي اكيد، والناس كتير بتدعي لي الحمد لله. انا ببقى مبسوط بالحاجات دي طبعا. النهارده كره العارضه دي يعني الحمد كان نفسي تيجي جون بصراحه، انا كان نفسي اجيب جون لكن ربنا ما ارادش. الحمد لله ربنا بيشيل لي في حاجات تانية احسن بكتير الحمد لله. النهارده اهم حاجه زي ما قلت لك على المكسب، وانا شخصيا مبسوط. معايا 15 بطوله في نادي الاهلي في 5 سنين، معايا 4 افريقيا، عملت تاريخ من فتره، قلت اللي احنا هنرجع جيل وائل جمعه والكابتن ابو تريكه والناس دي كلها، احنا عديناه بمراحل كتير. لكن انا بتكلم على شخصيته وبتكلم عن نفسي، انا مش بعتش، انا لسه 28 سنه، انا عايز بطولات، انا عايز تاريخ، عايز اخد بطولات كتير جدا، عايز احقق حاجات ما حدش عملها، عايز اجيب اهداف ما حدش جابها، عايز اعمل كل ده. وانا دايما جعان، عمري ما في يوم من الايام قلت خلاص انا شبعت او بتاع زي ما الناس ممكن تقول في احيانا في لحظات، لكن الحمد لله دايما الرد يبقى في الملعب ومش على اي حد، وفي السوشيال ميديا والكلام ده كله رد دايما هيفضل في الملعب. مالك وش السعد عليك النهارده؟ لا مالك ابني اول مره يجي الاستاد، الحمد لله كان نفسي اجيب جون عشانه، بس يلا ربنا مش رايد، وان شاء الله مره ثانيه اجيب جون عشانه بقى. مليون مبروك يا قفشه، ومستنيينك في الدوري ان شاء الله. خليك يا حبيبي، شكرا.